سلام، وش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا هنيين ومتهنين وتكونوا بصحتكم. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تكون فيه هاد لاغوسات البنينه والسهله، يحبوها كبار وصغار. راح نديرها لكم في الفور ونديرها مقليه لي فريكاسي اللي يعملوا 66 كيف كيما نقولوا تونس، ونودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله راح تلقاو لاغوسات مكتوبه على الاخر كيما ديما، كيما ما عرف نقول لكم في الاخر تاع الفيديو. ويلا نبداو. بسم الله. هنا انا كيلت لكم، هو هنا الماء قريب نص كاس ما دافي. الحليب الكاس تاعي هذا يوزن 250 مليلتر، هذه 250 مليلتر تاع الحليب، مغرف معمره مليح تاع خميره الخبز، مغرف تاع السكر. الماء والحليب راني دفيتهم خلطتهم مع بعضهم وزدتهم مع الخميره والسكر. نخلطوا شويه الخميره بهالدوب ونحطوا الزيت زيتونه. انا حطيت زيت زيتونه، تقدروا ديروا زيت نورمال. نزيدوا البيضه ولا العظمه، هذه مغرف صغيره تاع الملح والفارينه. انا ديما نخدم البيتران خاطر تسهل عليا الخدمه، وعندي مشكل كيما ديما نقول لكم في رقبتي. كي خلطت العجينه انا درت على الاول 500 غرام فارينه، العجينه جاتني جاريه بزاف، بقيت نزيد بشويه بشويه الفارينه حتى نقلب لاباط القوام تاعها. درك نعدته لكم هاو كيفاه لازم يكون. شوفوا تجي حاكمه روحها، كي تمسوها تجي طريه تتلاصق شويه برك. شوفوا بصح تجي حاكمه روحها. انتوما بداو ب 500 غرام تاع فارينه، ومن بعد بقاو زيدوا بشويه بشويه حتى توصلوا للقوام اللي نعتوه لكم. انا حطيت العجينه تاعي تخمر، راح نوجدوا البطاطا اللي راح نديروها في الفريكاسي. تغسلوها وتقشروها كريات صغيرين، تحطوا لها الماء الملح فلفل ابيض وشويه تاع كركم وتخليوها تغلي. البطاطا حسب الافراد العائله. هنا بعد ما خمرت العجينه لازم نخليوها تخمر مليح. نفرشوا البلان دو ترافاي بشويه تاع فارينه، نحطوا العجينه تاعنا ونقسموها على نص باش نقدروا نتحكموا فيها. الطرف نبداو نخدموا بيه، انا نخدموا بيه، والاخر نغطيوه باش ما ينشفش. نزيدوا نغبروا من الفوق الفارينه، نحلوها كيما هكا بالحلال، ما ديروهاش رقيقه خلاص وما ديروهاش خشينه خلاص. دروك نعتلكم كيفاه لازم تكون، تكون نص نص. شوف شويه شويه، انا تشوفوا من هنايا البلاطو حطيت فيه البابي كويسون، وراح نطبعها بالطابع هذا. اللي ما عندوش يقدر يدير بصحفه ولا بغرفيه ولا بكاس يكون كبير كيما تحبوا. لي فريكاسي اللي حبهم كبار يديرهم كبار، اللي حبهم صغار يديرهم صغار. بعد ما نقصوهم مدورين راح نطولوهم شويه هكا، نعطيهم لافور نتاع لي فريكاسي كتعرفوهم يعني ميجيو بالطول. شوفوا كيفاه البابي كويسون، نرشوا عليه شويه فارينه ونحطوهم نسدفوهم قدام بعضهم. العجينه اللي تبقى هذيك نلموها ونخليوها ترتاح باش نعاودوا نعجنوها باش ما تعذبناش. حطيت هذاك الطرف تاع العجينه الاخر اللي بقى لي وجدته، ونجبد الطرف الثاني اللي قصيته قبيلاتك معاكم، ونزيد نعاودوا نطبعوه نورمال كيما راكم تشوفوا. وديما العجينه هذيك اللي تبقى تلموها وتخليوها ترتاح. وبعد ما نوجدوهم راحين نغطيهم ونخليهم حتى يدوب للفوليوم تاعهم. كي تعود وقت سخانه راهم تمتم يطلعوا ما يطولوش. هنايا دوك نعتلكم، هنا راني وجدتهم، هادو ما راح نحطهم في الفور كيما قلت لكم، وهادو ما راح نقليهم. تغطيهم في زوز باش يطلعوا لكم مليح. ها هما بعد ما خمروا الزيت تاعي راني حطيته يسخن. لازم تحطوه مع الزيت يكون النار تكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف باش مش من بعديك يطيبوا لكم من برا ومن الداخل يجيوكم كشغل معجنين. وهادو ما تاني راح نحطهم في الفور. ها بداو يطلعوا، الله يبارك. دركا واش نديروا، حبيت نعطيكم برك كيفاه تهزوهم. كي تفرشوا البابي كويسون راح تجيكم الهزه تاعهم سهله. شفتوا تقلبوها هكا وتهزوها. هنا في الاولين الزيت تاعي ما كانش سخون مليح، دوك نقول لكم لازم تكون الزيت تاعكم سخون مليح. هنا كيعود الزيت ماهوش سخون بزاف راحين تولي باش يتنفخوا لكم من الفوق، لازم تزيدوا تصبوا عليهم هكا زيت بالمغرف بشويه بشويه وراحين يتنفخوا. دوك نعتلكم بصح المره الثانيه كي كان الزيت سخون خلاص، كي كان الزيت سخون تمتم ما حطيت من بعد ما تنفخوا الله يبارك وحدهم. شوفوا هنا ها هما بعد ما حطيت من بعد في الزيت تمتم تنفخوا. المهم تخليهم حتى يطيبوا من تحت يبداو يتحمروا وقلبوهم. وانا دوك الجوانب تاعنا تحبوا تزيدوا تطيبوهم ولا ما تطيبوهمش انتم حرين. نحطوهم من بعد نسقطروهم في الكسكاس. وهذوما هنايا اللي طابوا في الفور، شوفوا جاو على الكيف، جاو خفاف. وبعد ما خرجوا من الفور غطيوهم،
انا يراني غطيت من بعد ما خرج من الفور، يجي خفيف ويجي طري، يجي على الكيف. الحشو تاع الفريكاسي يبقى ليكم. انا درت العظام مشرشمين، البصل، الطون، الزيتون، الكحل والبطاطا بعد ما طابت راني سقطرتها، المعدنوس، وهو يدار نورمالمون بالهريسه. حنا ما ناكلوش الهريسه، درت الكاتشب وحطيت لها شويه تاع زيت زيتونه ودرتها في بلاصه الهريسه. حبيت نعتو لكم من الداخل، خفيف بزاف، ما قدرتش نحلو بالموس، قصيته بالمقص. شوفوا من الداخل الله يبارك، الكعبه تجي فرغانه، ما يجيش معجن، ما يجيش شارب الزيت. سقطروه مليح في الكسكاس، تحبوا حتى تمسحوه من البابيي ابسوربون. ومن بعد هنا الحشو يبقى ليكم، تحطوا شويه هريسه ولا كيما درت انا، درت الكاتشب تاعنا جات بنينه، هي نورمالمون بالهريسه كي تجي لي فريكاسي محرحره ما نحكي لكمش. وتحطوا العظام مشرشمين، البطاطا، انا البطاطا من فوق زدت حطيت لها شويه تاع زيت زيتونه وشويه تخل، نحب حاجه حامضه انايا. ويبقى ليكم الحشو كيما تحبوا نتوما، حطوا الحشو يبقى اختياري. وهذه الكعبه هنا حطيت لها شويه مايونيز، جات باش نقول لكم روعه. خلاص الحشو كيما قلت لكم، ديروا واش تحبوا نتوما. وهذوما اللي طابوا في الفور حبيت نحلهم لكم من الداخل باه تشوفوهم، راهو ما يجيش بنت الفريكاسي باش ما نكذبش عليكم، بصح باش تاكلوا حاجه صحيه. اللي ما يحبش القلي حطوها في الفور، تجيكم كي شغل راكم تاكلوا في ساندويتش هكا طري وبنين وخفيف. صدقوني وصفه روعه تحفه. العجينه تبعوا كيما درت انا، كل حاجة درتها في الفيديو ولا قلتها لكم ديروها، بربي إن شاء الله راح يجيكم كيما تاعي ولا خير. لكن جربتوه ابعتوا لي كيما ديما التطبيقات تاعكم نتفرحني. أنا نقولكم الفيديو تاع اليوم راهو قرب يفض، إن شاء الله يا ربي يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتابوني في العشان باه يوصلكم كل حاجة جديدة راني نحط فيها. أنا نقولكم تهلاو في روحكم وبزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو إن شاء الله ديما في ساعات الخير. أنا نقولكم قولا خير، إيه، تشاو تشاو.